السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة الشرطة العراقي أمام نفط الجنوب أو نفط البصرة، على فكرة هو الاسم بس متغير مش أكتر، إنما هو نفس النادي يعني نفط الجنوب أو نفط البصرة. اليوم متابعينا الكرام الخميس 15/7/2021، آخر مباراة في الجولة 37، الجولة قبل الأخيرة من الدوري العراقي. المباراة بإذن الله تعالى بين الشرطة ونفط البصرة أو نفط الجنوب بعد الساعة 5 مساء توقيت بغداد، توقيت العراق ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة بعد الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة بعد الساعة 3 عصرا أو مساء توقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. والمباراة بعد الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. القناة الناقلة للمباراة قناة شباب سبورت أو شباب سبورت اتش دي، ومعلق المباراة عباس الزركاني. ملعب المباراة ملعب الصناعة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو، ولا تنسى توقع نتيجة المباراة عشان تشترك معنا في مسابقة رياضية. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.